السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نكمل الحديث اللي بدأنا فيه بالأمس عن البيتا لاكتام درجز، وبالأخص راح أحكي اليوم عن الفارماكوكانيتكس أوف ذا بنسلينز. الفاضي بس anyway. في المحاضرة السابقة بدأنا نحكي عن الميكانيزم اوف اكشن للبنسلينز، اللي هو البنسلينز هم احد البيتا لاكتام دراجز، والبيتا لاكتام دراجز هم الادوية الانتي بكتيريال دراجز يلي بتشتغل على السيل وول اوف ذا بكتيريا. فبدأنا نحكي عن الميكانيزم اوف اكشن للبنسلينز، انهم بيشتغلوا على التارجت تبعهم هو البنسلين بايندينج بروتين. حكينا الميكانيزم اوف ريسيستنس، حكينا اهميه البيتا لاكتام رينج. فعاده في كل مجموعه من الادويه زي ما تعودنا ندرسها، سواء في ادويه واحد في ادويه اثنين، بعد ما نحكي عن الفارماكو دايناميك بصير نحكي شوي عن الفارماكو كانت. فالان احنا راح نتطرق شوي للفارماكوكاينتكس اوف بنسلينز. فبنسلينز لما انا اخذهم ابلعهم، الفارماكوكاينتك باراميترز اللي هم ابسوربشن، ديستريبيوشن، ميتابوليزم اند سكريشن، هذول الفور فارماكوكاينتك باراميترز اللي درسناهم في ادويه واحد، فهم هذول الباراميترز بنطبقوا على اي مجموعه من الادويه بشكل عام، بالذات لما بتاخذوا اورالي البنسلينز جنرالي بتاخذوا اورالي. خلينا نبدا بالابسوربشن. اول ما باخذ البنسلينز جنرالي دي ار جود ابسوربد اورالي، بتحملوا اللو بي اتش الموجوده في الاستومك، سو دي ار ستيبل، بحكي لك ستيبل ات لو بي اتش، لكن للاسف ليس كلياتهم ستيبل. في بعض انواع البنسلينز بالذات بنسلين جي بنسلين جي، او هو بيحكوا عنه الناتشورال بنسلين. هذا الناتشورال بنسلين اذا دخلنا على اي صيدليه وحكينا له لو سمحت ممكن تعطيني الناتشورال بنسلين بنسلين جي، او هو البنزل بنسلين، ممكن البنزل بنسلين تعطيني البنزل بنسلين، راح يروح يعطيك الصيدلاني البنزل بنسلين اللي هو ناتشورال بنسلين اللي هو بنسلين جي، فراح يعطيني اياه على شكل امبول. امبول يعني للحقن، الحقن الوريدي او الحقن او انفراماسكولار، فور انفراماسكولار انجكشن بشكل اساسي، اور ات كان بي اولسو ادمنستريتد باي اي في ثرو انترافينوس. نحكي له يا صيدلاني او صيدلانيه ممكن تعطونا اياها على شكل اورال، مين هو؟ البنزل بنسلين، هو بنسلين جي، ممكن تعطيني اياها على شكل اورال؟ رح احكي لك للاسف ما عندي. هو ما عنده لسبب انه هذا البنسلين جي اللي هو بنزل بنسلين نفس الشيء، هذا از انستابل، غير مستقر ات لو بي اتش اللي موجوده في الاستومك. فانا لما باخذ البنسلين جي باخذه ببلعه بروح على الاستومك فراح يتكسر، فاذا تكسر معناته تحول من الشكل الكيميائي من الاكتف الى الاكتف فور، فبالتالي حتى لو صار له ابسوربشن، مين اللي راح يصير له ابسوربشن؟ هو الاكتف فورم، فحتى لو وصل للتارجت اوف انفكشن ما راح يشتغل. عشان سيدي ابعد عن الشمس، حاسس مش واضحه. Anyway. هذه
هذه الشركة. طيب السؤال هنا بالنسبة ل... بما أنه الدواء تبع البنسلينز دخلوا أو أخذناهم أورالي، إحنا شو كمان أشياء بناخذها أورالي؟ الأكل. السؤال اللي بطرح نفسه، هل الأكل الفود بيأثر على عملية الأبسوربشن أوف بنسلينز؟ جنرالي بشكل عام الأكل لا يؤثر، لا يؤثر على عملية الأبسوربشن of the penicillins، ما عدا مين؟ ما عدا الأمبيسلين. ما عدا مين؟ الأمبيسلين. الأمبيسلين هو نوع من أنواع البنسلينز اللي الأبسوربشن تبعه بتأثر مع الأكل. كيف بتأثر؟ بيقلله ولا بيزوده؟ بيقلله. فإذا أنا رحت على الصيدلية وأخذت دواء أمبيسلين، أو أنا كصيدلاني صرفت الأمبيسلين، لما بيصير الابسوربشن تبعه بقل مع الاكل، معناته اذا الابسوربشن قل معناته كميه الدواء اللي بتروح على السيستم سيركوليشن بتكون اقل، البايو افيليبيليتي اقل، فبالتالي كميه الدواء اللي راح توصل للتارجت اوف انفكشن راح تقل، فبالتالي عامل الكونسنتريشن المهم ما راح يتحقق، فبالتالي الاكتيفيتي اوف ذا دراج راح تقل. فلهذا السبب أنا لما بعطي المريض الأمبيسلين، شو رأيكم أعطيه أحكي له تأخذها على معدة مليانة ولا على معدة فاضية؟ بما أنه الأمبيسلين الأبسوربشن تبعه بتأثر بالأكل، طب أحكي له لا ما في داعي تأخذه مع معدة مليانة، يعني مع الأكل تأخذه على معدة فاضية. هلأ كلمة معدة فاضية المريض ما رح يفهمها، شو يعني معدة فاضية؟ يعني ينزل منظار ونزله على معدته يشوف معدة فاضية ولا لا؟ لا، هي المعدة فاضية مجازاً نحكيها قبل الأكل بساعة وبعد الأكل بساعتين. لما بعطيه الأمبيسلين بحكي له تأخذه الحبة، بتأخذها الكبسولة وبيجي على شكل كبسولات، بحكي له قبل الأكل بساعة أو بعد الأكل بساعتين. ليش بعد الأكل بساعتين؟ لأنه بضمن أنه إلى حد ما أنه صار في عنده gastric emptying، فالأكل اللي أخده انتقل من المعدة إلى الأمعاء، وبالتالي لما بيأخذه في المعدة بيكون على معدة فاضية، لأنه مرة ثانية الأكل يؤدي إلى تقليل امتصاص الـ absorption of the ampicillin. لكن الـ another penicillins زي الـ penicillin V، الـ amoxicillin، هدول من أشهر الـ penicillins اللي بتاخده orally، هدول الـ absorption تبعهم لا يتأثر بالأكل. فأنا ممكن أحكي للمريض يأخذها على معدة فاضية أو يأخذها بعد الأكل. إذا حدا فينا أصيب بعدوى وانصرف له الأموكسيسيلين، رح يلاحظ إنه الصيدلاني هو بصرف له الأموكسيسيلين أو مثلاً البنسلين V هو أحد أنواع الناتشورال بنسلين اللي بنعطه أورالي، رح يلاحظ المريض أو إنه الصيدلاني بيشدد إنه يعطيه حبة بعد الأكل، حبة بعد الأكل. لماذا؟ طيب الأكل لا يؤثر على الأبسوربشن، طب ليش بتشدد؟ شو علاقة الأكل في الموضوع؟ هلأ الأموكسيسيلين يعني جنرالي، خلينا نحكي جنرالي، الأنتي مايكروبيال إيجنتس بشكل عام هدول إلهم تأثير كاوي، إلهم إيريتنت إفكت على الميوكوزال ميمبرين اللي موجودة بالستومك وفي الجي آي تراكت. شو يعني؟ أنا ما بأخذها، أول ما أخذ الحبة بحس بالنوزيا، بحس بالعيان. العيان بسبب الirritant effects of these antimicrobial agents بما فيهم orally administered penicillin. شو معنى irritant effect؟ هذا الدواء بيروح على الميوكوزال ميمبرين بيسوي الirritation، الفعل المخرش، تخريش، اوكي؟ فهذا بيعطي الشعور بعدم الراحة وبيعطي الشعور بالتقيؤ، الغثيان أحسن، الشعور بيقول باللغة العربية الغثيان هو الشعور. وربما إذا كانت الحالة كتير مش كويسة عند المريض، الوضع صعب عند المريض، فممكن توصل للتقيؤ عند المريض. فأنا بحكي للمريض خذها بعد الأكل. الأكل بيسوي بارير، الأكل بيسوي بارير، بارير بيخلي انه كميه الدواء هاي اللي انا اخذت على شكل كبسوله
ما تكون concentrated in contact with the mucosal membrane. الأكل بيسوي barrier بيسمح للدواء إنه يصير له disintegration و solubilization وبيدوب بداخل التجويف المعدي والأمعاء. لما بيدوب فبتوزع، فما بتوزع بصير الكونتاكت، كمية الأموكسيسيلين بتروح الكونتاكت تكون قليلة، فبقلل من الـ irritant effect of the penicillins على الـ على الميوكوزال ميمبرين، فبقلل من شعور الغثيان. فالكونكلوجن اللي بدي اطلع منه من هذا الحكي انه انا لما بعطي البنسلينز بعطي للمريض، بحكي له مثلا الاموكسيسيلين 500 ملغ حبه ثلاث مرات في اليوم، فبكتب له بعد الاكل. ليش بعد الاكل؟ مره ثانيه، هل الاكل بياثر عليه؟ لا، الاكل ما بياثر عليه، لكن الاكل بيحمي من الايريتنت افكت اوف اموكسيسيلين على الميوكوزال ميمبرين، فبقلل من شعور الغثيان. فهذا الشيء كويس للمريض. يعني ما عدا الامبيسيلين، الامبيسيلين اشدد اني اعطيه على معده فاضيه بعد الاكل بساعتين، قبل الاكل بساعه. لماذا؟ لان الاكل يقلل من الابسوربشن اوف ذا امبيسيلين. فالامبيسيلين هو من الانواع البنسلينز اللي لازم تتاخذ على معده فاضيه. هذا ممكن يجي سؤال في الامتحان، سؤال في الكفاءه، سؤال في حياتكم العمليه وانتم واقفين في الصيدليه. هذا بالنسبه لعمليه الابسوربشن. بعد هيك بصير عمليه الديستريبيوشن، بروح البنسلينز لما بدخلوا على الدم. فشو الديستريبيوشن؟ انه الدواء بتوزع في الدم تبعنا وبتوزع في جسمنا. مين بيوزعه؟ الدم تبعنا بيوزعه. فبالتالي وين بصير له ديستريبيوشن؟ هل هم لهم هايلي ديستريبيوتد؟ في نقطة إنه البنسلينز لما بيروحوا على الدم الـ pH تبعت الدم تبعتنا 7.4، هاي الـ pH بتخلي البنسلينز in the ionized form. ionized form شو معنى ionized form؟ معناته بيكون بحب المي أكثر وبكره الزيت اكثر. فهذا معناته هل بيزود الديستريبيوشن ولا بيقلل الديستريبيوشن؟ من المعلومات اللي اخذناها بادويه واحد، الدواء كل ما كان لايبوفيليك كل ما كان الديستريبيوشن تبعته اكثر. مرت معاكم هاي المعلومه بادويه اثنين، الادويه بتشتغل بالسنترال نيرفس سيستم كلياتها لايبوفيليك، لانه كل ما زادت اللايبوفيليسيتي كل ما زادت قدرته انه كروس بلاد برين بارير. طيب نرجع للبنسلينز. البنسلينز لما بدخلوا على الدم بيكونوا في حاله الايونايزد. هل الايونايزد دراج كان كروس ذا بلاد برين بارير؟ طبعا الجواب لا، معناته الديستريبيوشن تبعته قليل. بس في شغله غريبه انه البنسلينز ممكن يستخدموا في علاج المننجايتس. شو هو المننجايتس؟ هو التحام السحايا. وين بصير المننجايتس؟ بصير بالبطن، بصير بالرجلين، بصير بالعيون؟ لا، بصير بالسنترال نيرفس سيستم المننجايتس. ايه، معناته السايت اوف انفكشن موجود في السنترال نيرفس سيستم. معناته الدواء الاموكسيسيلين علشان يوصل للسايت اوف انفكشن لازم يعبر البلاد برين بارير اللي هو هايلي لايبوفيليك. اوكي، كيف صارت هلا؟ اخذت الدواء زي الاموكسيسيلين، البنسلينز هم عبارة عن ايونايزد، راحوا على الدم ايونايزد، راحوا على البلد برين بارير، بلد برين بارير اللايبوفيليس تبعته عالية. كيف كان الدواء اللي هو ايونايزد كروس البلد برين بارير ويروح على البرين، يروح على السنترال نيرفس سيستم يعالج المننجايتس؟ باي ذا وي، المننجايتس اتس كوست مينلي باي جرام بوزيتيف بكتيريا. الستريبتوكوكس نموني هي من احد اكثر البكتيريا اللي بتسبب المننجايتس عندنا كبكتيريا. فالسؤال مره اخرى، كيف دواء ايونايزد بوصل للسنترال نيرفس سيستم وبيعالج المننجايتس؟ في شغله اخذتوها بالباثوفسيولوجي. شو هي؟ اخذتوه بالباثوفسيولوجي انه البلد برين بارير تبعنا في الحاله الطبيعيه بيكون فيري تايد، يكون كيف هذا الحيط بلوك بلوك بلوك، ما في بيناتهم اي ثقوب، اي
اي فتحات بحيث انه الدواء يخترق البلاد برين بارير. هذا الوضع الطبيعي، هذا البلاد برين بارير. تخيلوا هذا البلاد برين بارير في بلوكات، هاي بلوكات متراصه مع بعض، ما بقدر الدواء يفوت على الا لما يكون الدواء لايبوفيليك، لانه هذا البلاد برين بارير لايبوفيليك، فالدواء لازم يكون لايبوفيليك علشان يعبر this blood brain barrier. بس الدواء ايونايزد كيف؟ في حاله المنينجايتس. اتوقع هاي المعلومه مرت عليكم في الباث فيسيولوجي، البلاد برين بارير في حاله المنينجايتس راح يختلف. شو كيف يختلف؟ هذا التايد اللي كان بالاصل بالانسان اللي ما عنده منينجايتس، التايد بلاد برين بارير راح يبطل تايد بلاد برين بارير، راح يصير ليكج. في حاله مرض عنده منينجايتس حصير ليكج، راح يصير في عندي فتحات. هالفتحات اوكي، هالفتحات بورز حصير ليكج. فتخيل البلد برين بارير اللي يكون تايد راح يصير يبعدوا عن هذول البلوكات، راح يصير يبعدوا عن بعض، راح يصير عندي فتحات. هالفتحات راح تسمح بمرور الدواء، بس بشرط ايش؟ بشرط ان الدواء يكون السايز تبعته اصغر من البورز الفتحات اللي تكونت بسبب مرض المنينجايتس. فهدول هم البلوكس رح يفتحوا، فهدول البنسيلينز الحمد لله انهم السايز تبعتهم اصغر من الدياميتر تبعت البورز اللي تكونت، فرح يدخل الدواء رح يدخل على البلد برين بارير، رح يوصل للسايت اوف انفكشن. لما يوصل للسايت اوف انفكشن راح يقضي على البكتيريا اللي بتسبب المنينجايتس. فهذا هو من حيث الديستريبيوشن اوف ذا البنسيلينز. هلا جنرالي بما انهم ايونايزد فالديستريبيوشن تبعتهم قليل، لكن الديستريبيوشن تبعتهم بتزيد. امتى بتزيد؟ في حالات المرضيه بما فيهم المنينجايتس. يعني مثلا انا ما عندي منينجايتس، اخذت الاموكسيسيلين، البلد برين بارير تبعي منيح كويس، فاتوقع انه الاموكسيسيلين اللي هو بنسيلين ما راح يخترق البلد برين بارير ويروح على البرين او يروح على السنترال نيرفس سيستم. واي؟ بيكوز ات از ايونايزد. لكن في حاله المنينجايتس لما اخذ الاموكسيسيلين راح الاحظ ان الديستريبيوشن اوف اموكسيسيلين راح يزيد. واي؟ لانه في حاله المنينجايتس البلد برين بارير راح يصير ليكج، فالدواء راح يدخل فراح يروح على السنترال نيرفس سيستم، فمعناته الديستريبيوشن اوف اموكسيسيلين ات كان بي تشينج، ات كان بي انكريز اور تشينج احسن ديبندينج اون ذا هيلث ستاتس اوف ذا بيشنت. في معلومه راح تمر معاكم، افتح الليفلت تبعت البنسيلينز بالذات الاموكسيسيلين، بحكي لك لا يعطى البنسيلينز لمرضى الصرع. مرضى الصرع واحد مصروع، هذا المريض المصروع اللي في عنده صرع، لا ما بنقدر نعطيه الاموكسيسيلين. ليش؟ بحكي لك الاموكسيسيلين كان انكريز ذا ابيليبتيك اتاك. واحد مصروع ما في اموكسيسيلين. طب واي؟ واحد مصروع اوكي، اموكسيسيلين از ايونايزد، اموكسيسيلين ات كانت كروس بلاد برين بارير لانه ايونايزد. شو خص هذا المصروع؟ بحكي لك نفس الشيء في حاله الابيليبسي. نرجع في الابيليبسي البلاد برين بارير لمرض المصروع كمان ما بتكون بري تايد، بتكون في فتحات فممكن يفوت. طيب سو وات؟ دخل الاموكسيسيلين على السنترال نيرفس سيستم. شو سوالنا؟ الاموكسيسيلين از ويك انتاغونست للجابا ريسبتور. شو هاي؟ انتم دارسين طالعين من ادويه اثنين، المفروض انكم تكونوا فاهمين شو معنى ويك انتاغونست اوف جابا ريسبتور. شو الجابا ريسبتور؟ الجابا ريسبتور هو ليجاند ايون شانل ريسبتور. الاكتيفيشن اوف جابا ريسبتور بسمح من خلال الجابا، الجابا مرتبط بالجابا ريسبتور، بسمح ان الكلورايد اللي موجوده برا الخليه العصبيه تفوت، فبتسوي انهيبيشن للخليه العصبيه. عشان هيك لما احنا ننام يكون نعسانين، الجابا بتكون متنشطه فننعس. الادويه اللي بتهدينا، اللي بتزيد القلق من عندنا، هاي الادويه كالتالي بتروح ترتبط بتساعد انه الجابا يرتبط بالجابا ريسبتورز. عشان هيك احنا بنهدى لما ناخذ الادويه بتزيد القلق، اللي بتقلل القلق زي البنزوديازيبينز
والباربيتيوريتس. طيب ناموكس السلم شو بيشتغل؟ بيشتغل عكس الجابا، بيروح بمنع ان الجابا يرتبط بالجابا ريسبتور لكنه ويك، ديروا بالكم ويك، يعني بيسوي لكنه ويك، مش انه الواحد اول ما ياخذه بسرعه، يعني بروح بشكل ضعيف بمنع ان الجابا يرتبط بالجابا ريسبتور. فبالتالي اذا ما ارتبط الجابا بالجابا ريسبتور رح يمنع الانهيبيشن. شو رح يصير عند المريض؟ اكسايتيشن. حلو، طب ليش مريض الصرع لازم يكون دارين بالنا؟ لانه المصروع مخه اكسايتد اكسايتيشن، فانت لما تعطي له اموكسيسيلين بتزود الاكسايتيشن ولو انه في كميه قليله، فالاكسايتيشن عنده راح يزيد، احتماليه الابيليبتيك اتاك تزيد. لهذا السبب اتس كونترا انديكيتد، كونترا انديكيتد، او انه بنعطي بحرص شديد جدا للمريض اللي في عنده صرع هذول الاموكسيسيلين. يعني اذا ما في بديل، اذا في بديل نعطي another antimicrobial agents distribution تبعتها قليل، او اللي ما بتسوي blocking للجابا ريسبتور في الدماغ فنعطيه ياهم. اذا كنا مضطرين نعطي الاموكسيسيلين فلازم نراقب. وبحكي لكم انه ممكن نضطر ان نزود جرعه الانتي ايبيليبتيك دراجز او السنترال نيرفس سيستم ديبريسنتس زي البنزوديازيبينز، هذول اللي بيضبطوا لانه عشان تو انتاغونايز ذا افكت اوف ذا اموكسيسيلين على السنترال نيرفس سيستم. اوكي، تكلمنا عن الديستريبيوشن، الان بدنا نحكي عن الشيء الثالث الميتابوليزم. وين بصير الميتابوليزم؟ بالليبر. شو بصير بالليبر؟ بروح هناك بتحول من شكل كيميائي الى شكل كيميائي اخر بالليبر، من اكتيف الى انكتيف فورم. السؤال هل الاموكسيسيلين البنسيلين بصير لهم ميتابوليزم؟ نرجع لادويه واحد خاصه اللي انا درستهم، ادويه واحد. شو كنت احكي لكم؟ احكي لكم ليش الجسم بيسوي ميتابوليزم؟ عشان يحول الماده من الاكتيف للانكتيف فورم، والشغل الثاني علشان يزود السكريشن تبعتها. ليش يزود السكريشن تبعتها؟ لانه الادويه عشان يصير لها امتصاص لازم تكون لايبوفيليك انف، لايبوفيليك انف انها يصير لها ابسوربشن من خلال الفوسفوليبيد. لكن اذا كان الدواء بالاصل هو هيدروفيليك، كيف؟ صح، البنسلينز لما بيروحوا على الدم بيكونوا ايونايزد، ايونايزد يعني بيحبوا الدم، يعني بيحبوا شو؟ بيحبوا المي. يعني معناته انه الاموكسيسيلين والبنسلينز بيروحوا وصلوا على الكلى وبيروحوا بيطلعوا في اليورين اللي هو اليورين تبعنا اللي هو عباره عن مي، فبروح على اليورين تبعنا اللي هو عباره عن بيطلعوا برا بما انهم ايونايزد، فالكلى ما في عندها مشكله انها تطلع البنسلينز اللي هم ايونايز لانه بدوب في المي، ما عنده مشكله تطلعه لبرا. تمام، معناته السؤال هنا هل الجسم بحاجه انه يبذل طاقه وانه يحول الاموكسيسيلين والبنسلينز من اللايبوفيل الى مور هيدروفيليك فور؟ طبعا الجواب لا، لانهم اوريدي ايونايزد في الدم فبروحوا على الكلى، فما بتحتاج الجسم ما بيحتاج انه يبذل طاقه من خلال الميتابوليزم وانه يحول البنسلينز من اكتيف لان اكتيف فور. معناته الكونكلوجن انه البنسلينز ما بيصير لهم ميتابوليزم، يعني البنسلينز بيطلعوا زي ما انا اخذتهم بيطلعوا باليورين without ميتابوليزم، زي ما انا اخذتهم اورالي. اذا رحت بعد كم ساعه على عينه واخذت عينه بول وفحصت عينه البول، الاموكسيسيلين الكيميكال ستراكشر تبعته زي ما هو، زي ما اخذته زي ما طلع. فبحكي لكم تشوفوها هاي تقراوها، رح تمر معاكم فيما بعد. بحكي لك this drug is secreted and changed in the urine. This drug is secreted and changed، يعني هذا الدواء بيطلع من جسمنا without any process of the metabolism. اوكي، هاي الشغله كثير مهمه، معناته الدواء لما تبعنا ما بيصير له ميتابوليزم، يعني ما بتغير شكل الكيمياء، يعني الاموكسيسيلين بضلوا اكتف حتى لما يوصل للكلى، حتى لما يوصل لليورين بضلوا اكتف. هاي الشغله كيف بتفيدنا؟ ايوه، كيف بتفيدنا؟ افرضوا انه كان في بكتيريا موجوده باليورينري تراكت سيستم، بكتيريا موجوده باليورينري تراكت سيستم.
انا في عندي التهاب، هذا التهاب اسمه التهاب يورينري تراكت انفكشن، التهاب الجهاز البولي، في بكتيريا هناك، في اشيريشا كولاي، في ستافيلوكوكس اوريوس. معناته الدواء علشان يروح للسايت اوف انفكشن اللي هو اليورينري تراكت لازم يوصل للسايت اوف انفكشن ان ذا اكتف فورم. فالشيء الحلو انه الاموكسيسيلين البنسيلينز they can treat or they are active against the urinary tract system. Why? لأنهم بوصلوا على the urinary tract without any metabolism, without any modification on the structure of the penicillins. فبالتالي الدواء لما يوصل للurinary tract in the active form إذا شاف بكتيريا هناك بقضي عليها. عشانك ما تستغربوا إنه البنسيلينز يستخدموا في علاج urinary tract system. وديروا بالكم اي دواء يمر معنا انتي بكتيريا بيصير له ميتابوليزم في الليفر معناته راح يوصل لليورينري تراكت، بعد ما صار له ميتابوليزم راح يوصل لليورينري تراكت ان ذا ان اكتف فورم. هذا الدواء الانتي بكتيريال دراج اللي بيصير له ميتابوليزم واللي بيروح على اليورينري تراكت ان ذا ان اكتف فورم، هذا الدواء لا يصلح لعلاج اليورينري تراكت سيستم. وراح تمر معنا It is very important. أنا بعطيتني هلا basics رح تمر معانا basics في المادة وbasics في حياتكم العملية. ليش في أدوية مشهورة زي الدوكسيسايكلين؟ الدوكسيسايكلين very wide, the wide spectrum. ليش هدول الدوكسيسايكلين لا يستخدموا في علاج؟ الدوكسيسايكلين هو مش بنسيلين، ما تتخربطوا. الدوكسيسايكلين is not بنسيلين. ليش الدوكسيسايكلين لا يستخدم في علاج ال urinary tract system؟ وذلك لأن الدوكسيسايكلين مثلا من الأدوية بيصيرها ميتابوليزم في الليفر، معناته بروح الليفر بطلع inactive form. لما بيوصل للurinary tract system بوصل بحالة inactive form، معناته شاف بكتيريا وهو بالinactive form، هي البكتيريا موجود بالurinary tract system ما راح يقضي عليها. فإتس مثلا doxycycline اوكي من هذه الأشهر الأدوية لا يستخدم في علاج urinary tract system. So it's very important. لكن البنسلينز لأنه ما بيصير لهم ميتابوليزم لما يروحوا على الكلى urinary tract system وصلوا بالحالة اللي هي unchanged active form. فإذا كان في بكتيريا موجودة بالurinary tract system راح تشتغل عليها وراح تقضي عليها. هالشغل حكينا عن الميتابوليزم، نحكي آخر شيء عن السكريشن. سكريشن كيف بيصيرهم سكريشن؟ السكريشن وين بتصير السكريشن بشكل أساسي؟ بتصير السكريشن بشكل أساسي في الكلى. احنا اخذنا بادويه واحد انه الادويه اللي بصلها سكريشن اما بصلها جلوميولار فلتريشن او بصلها جلوميولار فلتريشن من خلال الباومن كابسول، او في ان احنا البروكسيمال توبيول زي ما شرحت لكم اياها بالفيديوهات السابقه. في البروكسيمال توبيول بيكون في عندنا اكتيف ترانسبورترز، البنسلينز بصلهم سكريشن من خلال الاكتيف ترانسبورترز اللي هم بيستخدموا الطاقه. هاي الطاقة تأخذ الدواء اللي هو البنسلينز اللي موجودين بالموجودين بالدم وبتدخلهم داخل اللومين أوف ذا نيفرون، بتدخلهم باستخدام الترانسبورترز. أوكي كيف ممكن نستفيد من هاي المعلومة؟ زي ما حكيت لكم هلا البنسلينز they are time dependent killer. شو معنى time dependent killer؟ معناته أنا بيهمني إن يكون تركيز الأموكسيسيلين البنسيلينز above the MIC minimum inhibitory concentration بعد ما أرفعه، معناته التركيز مهم عندي. لكن الأهم من عامل التركيز هو التايم، كل ما زودت الإكسبوجر تايم above the MIC كل ما زادت الكيلينج أو الإفكتيفنس of the البنسيلينز. كيف ممكن أزود الإكسبوجر تايم؟ من خلال الجرعات، من خلال اني اعطي البنسلين مع انهيبيتور لمين؟ للاكتيف ترانسبورترز اللي هو البروبينسيت. شو بيسوي هذا البنسلين؟ بده يطلع بعطي معاه ماده ثانيه اسمها البروبينسيت. البروبينسيت بتمنع بشكل جزئي اللي هو الاكتيف ترانسبورتر، فالبنسلين ما بيقدر يطلع او السكريشن تبعه بصير بطيء. اوكي فبضمه الدم ان ذا اكتيف فور. هاي الشغله زي ما حكينا بنستخدمها عشان اقلل الفريكوانسي اوف ادمنستريشن. هلا وجود البروبينسيت شو سوى؟ البروبينسيت بطئ من الريت
of secretion of the amoxicillin أو البنسلين برا الجسم. أنا معلش أنا بستخدم كتير دواء الأموكسيسيلين لأنه هو أشهر واحد موجود في هاي المجموعة. فبستخدم بروبيس عشان يقلل أو يبطئ الريت of elimination of penicillins. فبالتالي بدل ما أصير أعطي البنسلينز frequently frequent administration of penicillin بتقل. بدل ما أعطي مثلاً 3 حبات باليوم بقدر أعطي الأموكسيسيلين بوجود البروبينسيد مرة واحدة في اليوم. وزي ما حكينا هذا التكنيك أنا بستخدمه للناس اللي في عندهم مشكلة في المناعة هم immunocompromised patients. هيك إحنا خلصنا الفارماكوكانتك. أنا ما بدي أشرح أكثر من هيك لأنه هلأ بدي أنتقل هو للتصنيفات. تصنيفات البنسلينز البنسلينز بنصنفهم إلى 4 تصنيفات بس حدخل عليهم من جنرال بعدين بالفيديو القادم هو إن شاء الله حيكون يوم بالمحاضرة المباشرة إن شاء الله يوم الأربعاء والخميس حشرح عن التقسيمات. أنا مفروض إنه على آخر أسبوع هذا يكون خلصت البنسلينز. فالتقسيمات تاعت البنسلينز بنقسم البنسلينز حسب التايم يعني الوقت اللي اكتشفنا فيه البنسلينز وحسب الكيميكال ستراكشر تبعتهم الى 4 اقسام. فالبنسلينز اسم مجموعه اسم عائله كبيره فيها سب جروبس اوف ذا بنسلينز اللي هم الاربعه: ناتشورال بنسلين، انتي ستافيلوكوكال بنسلينز، و الامينو بنسلينز. امينو بنسلينز تلاحظوا كيف انا بستخدم مصطلحات كيميائيه امينو بنسلينز. والمجموعه الرابعه اللي هي انتي سودومونال بنسلين. فمرت ناتشورال بنسلينز هم اللي اول مجموعه اكتشفناها في الحرب العالميه وانقذت الجنود. كان الجنود كانوا يموتوا من الانفكشن من البكتيريا الانفكشن اكثر من كان يموتوا من الحرب نفسها. فطلعنا من استخرجنا من الفطريات من الفطريات بشكل اساسي هم الناتشورال بنسلينز. بعدين بسبب مشاكل طلعت فيما بعد اضطرينا ان نطلع مجموعه انتي ستافيلوكوكال لانه ستافيلوكوكس اوريوس اوكي كانت تسوي مشكله بهذاك الوقت. فطلعنا مجموعه من البنسلينز كانت تشتغل ضد ستافيلوكوكس. بعدين طلعنا مجموعه الامينو بنسلينز اللي حلت مشكله السبيكترم لانه اول مجموعتين السبيكترم تبعتهم مش عاليه لحد ما قليله. فطلعنا مجموعه الامينو بنسلينز اللي كان السبيكترم تبعها وايد بغطي جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. وبعدين طلعت في مجموعه ضد البكتيريا الملعونه من البنسلينز اللي هم انتي سودومونال بنسلينز لانه ولا مجموعه من هذول الثلاثه الاولانيين بيشتغلوا ضد السودومونس اللي هي البكتيريا الملعونه. المجموعه الرابعه بتشتغل ضد اللي هي السودومونس. فهذول هم المجموعات رح ابدا احكي عنهم بالمحاضره. المحاضرة الجاية إن شاء الله بحكي هذول المجموعات بالإضافة للتوكسيسيتي للأدوية هم بنسلينز. يعطيكم العافية.